الله
العلي العظيم. أضع الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، واجعلنا وإياكم من السائرين على دربه والمتمسكين بولايته وولاية أبنائه المعصومين، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من كلام لمولاتنا وسيدتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهي تخاطب ابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام، وذلك عندما مروا بهم على الأجساد الطاهرة في يوم 11 من محرم لما أخذوهم سبايا، فرأت الإمام يجول بنفسه فقالت له: يا ابن أخي، ما مضمون كلامها وكلامه كان مع الإمام السجاد وينصبون بهذا الطف لقبر أبيك الحسين علم لا يمحى أثره ولا يترس رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وعمره إلا علوا. أي نبوة الحوراء زينب عليه السلام في ذلك الجو اللاهب، جو من الإرهاب، جو من القسوة، جو من الضغط النفسي، جو من الضغط الجسدي، وكل الضغوط وكل الممارسات التي أرادت السلطة الأموية أن تظهرها بحقدها وبغضها لآل الرسول أظهرتها فيهم. ثم ساقت نساءه سبايا إلى الكوفة الحوراء زينب في ذلك الجو اللاهب تتنبأ بهذه النبوءة، وقد صدقت مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه. الكلام وين في هذه الليلة إن شاء الله، في هذه يعني الدقائق المعدودة، أنه حول بعض الشبهات كما كتب لي بعض الأخوة جزاه الله ألف خير، هناك بعض الشبهات تدور على ألسن البعض حول واقعة الطف. أنا لا أدعي أنني أجيب بتمام الإجابة عن تلك الشبهات، ولكن نمر عليها إن أمكن إن شاء الله المرور. فمن بين تلك، أولا نستطيع أن ننتقد أحداث الطف أم لا نستطيع؟ أعتقد هذا الكلام قلته لعله في أجواء يعني محصورة بين الأخوة، لكن لا بأس أن نكرر ونعيد حتى تتضح لنا الصورة عندما نأتي إلى بعض الشبهات. هل يمكن لنا السؤال أن ننتقد بعض أحداث الطف أم لا يمكن لنا؟ البعض يقول لا يمكن، طريق مسدود تماما. لماذا؟ لأنه إن فتحنا هذا الطريق تنفتح شهية الكثير من الناس، وبالتالي تفقد واقعة الطف تأثيرها وفاعليتها وجاذبيتها في النفوس. والبعض يقول لا ممكن، ولكن بشرط إذا كان النقد علميا، لأن هناك نقد ارتجالي وهذا اللي نريد اليوم نوقف عنده من خلال بعض الشبهات، وأكو عندنا نقد علمي. النقد الارتجالي ما ينبني على أسس علمية ولا مقاييس علمية، بل لا يتبع المنهج العلمي، وهي مشكلة الكثير من الناس عندما يجي إلى شغلة معينة إذا ما يرتاح لها يستبعدها ويقول خلاص ما صاير هاي، لأنه مجرد استبعاد، هذا الاستبعاد يبني عليه أنه ما صاير هذا القضية، وإذا شوف له قضية معينة يستحسنها لا يتقرب إليها وبالتالي يقبلها. هذا الاستحسان والاستبعاد بالنسبة للإنسان إذا ما يكون مبني على منهج علمي، على أدلة، على براهين، لا قيمة لا. فالنقد الارتجالي نعم لا يجوز لواقعة الطف، لأنه راح يخلي الواقعة تفقد تأثيرها في النفوس،
هاي الحرارة اللي يريدها الحسين ويريدها رسول الله ويريدها القرآن والدين، أن تبقى هذه الحرارة هي الدافعة للناس لكي تقوم بدورها ومسؤوليتها. أو مرة لا، إذا كان نقد علمي، نقد علمي ممكن، ليش ما يصير إذا كان على أسس علمية؟ ليش لا؟ نقد إذا يرتكز على مناهج علمية وأسس علمية ليش لا؟ مثل ضربنا مثل، أعتقد بقتها لقلنا لما الحسين سلام الله عليه جاء إلى كربلاء وسأل ما اسم هذه الأرض، فقالوا له بأسماء، هاي الأسماء الكثيرة لكربلاء. الناقد بشكل ارتجالي يقول أنا ما يعني أتفاعل مع هذا الخبر، لماذا؟ لأنه المفروض الحسين عالم وما يحتاج إلى تعليم الغير، وبالتالي هذا الكلام لا يعني يتنافى مع علم الإمام صلوات الله وسلامه. هذا النقد الارتجالي، يعني إذا ما يقبل الإنسان هذا الكلام، نفس الوقت ما يقبل الآية الشريفة التي تقول لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، صحيح نفس الشيء ما يقبل أمين. لأن هذا إذا كان السؤال يعني ينبني على عدم العلم، فهناك أيضا يكون سؤال الباري جل وعلا والعياذ بالله أيضا ينبني على عدم العلم، صحيح؟ هذا وهذا. من الحسين عليه السلام مسدد بروح القدس، هاي الروح اللي لا تنام أو لا تسهو ولا تلهو ولا تلعب ولا ولا، هاي مع الإمام إلى أن ينتقل إلى باره ثم تنتقل إلى الإمام الآخر، وهكذا مسدد بروح القدس. فكلامه مو كلام طبيعي، كلامه ما نقدر نخليه يعني يرسل الإمام كلامه على عواهنه مثل ما يقال، لا لا، وإنما كلامه مسدد مؤيد. لماذا؟ عنده العلوم هاي العظيمة، وعنده بالإضافة إلى ذلك هاي الروح الخامسة عند الإمام المعصوم سلام الله عليه، والروح القدس اللي لا تسهو ولا تلهو ولا تغفل ولا تنام ولا ولا. الإمام نايم، نايم بدنه، لكن روح القدس نايمة ما تنام أبدا، وهو نائم يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لأن روح القدس هذه من الله تبارك وتعالى. فإذا ما نقبل سؤال الإمام سلام الله عليه ما اسم هذه الأرض، ونعتبر لعله البعض يرفض، ليش؟ لأنه الإمام سأل عن المفروض هو عالم، فليش يسأل؟ فيستشكل، لأنه الإمام إذا ما كان يعلم هو يسأل، لكن إذا كان عالم ليش يسأل؟ كذلك أيضا هذا الكلام يتوجه إلى القرآن الكريم، وما تلك بيمينك يا موسى، أيضا نفس الكلام يجي على الله سبحانه وتعالى. القضية ما بها قضية إعلامية، قضية إعلامية أريد الإمام سلام الله عليه هالسؤال هذا حتى يجعل الآخرين يقرون بأن هي هاي أرض كربلاء، هي أرض الموعد، هذا الميعاد، ميعاد الحسين بهذه الأرض. بعد لا يجينا واحد يقول حسين قتل في مكان مثلا آخر بتركيا أو بالبصرة أو مدرون، لا، قتل في كربلاء. كذلك وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي يا موسى، إذا تحولت إلى افعل، لا تتصور سحر، لا تصور نوع من ضرب الخيال وما شاكل ذلك والوهم، لا، هي عصا، بس بعد لحظات سوف تتحول إلى إفعة تسعى، حية تسعى، وراح تلقف ما يافكون، فلا ترتبك أبدا، هي هاي معجزتنا وإياك. أخرج يدك بيضاء من غير سوء، هاي العصا ترى هي راح تحول إلى إفعة، هي عصا. فأراد الله تبارك من موسى أن يقر بأنها عصا، ولا شنو معنى السؤال؟ وما تلك بيمينك؟ هي عصا. قضية وين؟ تقريرية، سؤال استفهام تقريري يسمونه حتى الإنسان هو يقر. كذلك أيضا لما نيجي إلى بقية الشبهات التي تثار، مثلا يجينا واحد يقول شنو الحسين مثلا يطلب ماي من الأعداء، وحق جدي إني عطشان، أو لما ورد إلى الفرات كشف كما كشفهم أخوه أبو الفضل العباس عليه السلام، كشفهم الحسين أيضا ووصل إلى الفرات، والفرس شافه مد إيده مد وضعه يريد يشرب، والحسين
الحسين يريد يشرب، قال له انت عطشان وانا عطشان فلا اشرب حتى تبقى. اخلاق الائمه عليهم السلام عجيب غريب يعني، حتى مع الحيوانات. بعدين جاء واحد من الاعداء قال له يا حسين اتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ يقول بعض يقول نحن ما نقبل هذا الكلام، من قبل مثلا؟ او شنو معنى انه الحسين يطلب الماء؟ او ليش يطلب الماء مثلا؟ هاي كلها قضايا بالحقيقة الحسين عليه السلام في يوم الطف أراد أن يركز على الجانب العاطفي أيضا. هذا الجانب مهم جدا. نتصور جاء يعني شيء عابر لا قيمة إليه، حتى نقول لا يعني قضية مثلا مو بهالشكل هذا، لا 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 لا، حسين ركز على الجانب العاطفي. هي من أول انطلاقته من المدينة كان يركز على الجانب العاطفي. جاء ابن عباس قال له درينا بيك رايح تصمم انت على هالقضيه، وهذول قتلوا ابوك وقتلوا وقتلوا اخوك وسووا وسووا وسووا، اهل الكوفه معروفين. زين انت راح تروح هاي العائله شنو زينه؟ قال ان شاء الله هل يراهن خلص. ختمها الامام سلام الله بعد ما انطى اي جواب، بعد ما قال لهم الدين في خطر وزينب راح تلزم رايه الحسين وترفعها امام الطغاة والظلمة، اللي ما كانوا يفهمون هذا المعنى. قالوا ان شاء الله، اختمها باختصار يعني جواب مختصر، ان شاء الله ان يراهن سبايا. سد الطريق بعد اليوم ابدا ما اعطاهم مجال. الحسين ركز على الجانب العاطفي، والا مثلا الطفل الرضيع هذا اللي مثلا اختلف المؤرخون، عندنا ثلاث اطفال للحسين سلام الله عليه. طفل يقولون صار بيوم العاشر من محرم، اجى الحسين يقيم عليه السنه، اجى سهم ذبحه من الوريد الى الوريد. عندنا الثاني عبد الله الرضيع اللي ذكره في تذكره الخواص ابن سبط الجوزي، احتق الصفحه 254 يذكر هذا المعنى، انه الحسين اجى بعبد الله الرضيع جابت الحوراء زينب إلى وقف بين القوم، اجى راجل لا راكب ولا غيره وطلب له الماء ثم ذبحوه بالسهم. هذا الثاني. الثالث علي الأصغر اللي كان له من العمر 6 سنوات أيضا قتلوه فدفنه الحسين وصلى عليه، لأنه صلى عليه، لأن ما يصير واحد يموت أقل من 6 سنوات وصلى عليه، فيقال كان عمره 6 سنوات ولهذا حفر له الحسين دفنه وصلى عليه ثم دفن بجبل سيف. هذا المؤرخون يذكرون هذا. هسه بعد طفل ناقص طفل كذا، بعد تدري اختلاف بين الأسماء، هذا منه الطفل الأول اللي قتل مثلا في يوم عاشوراء اللي صار بيوم عاشوراء وقتله، بالله عبد الله افتهمنا، علي الأصغر شنو؟ فاختلاف كثير بهذا المعنى. الغاية أنه الحسين لما اجى يطلب له الماء، هذا قضية جنبة عاطفية كان يركز عليها الحسين، وإلا هو ميت ميت، طفل قتلته بدون ما شنو يعني؟ ترتجم عنده يعيش؟ لكن الإمام سلام الله عليه كان يركز على هذا الجانب العاطفي. إيش كم اليوم واحد عندنا من ثورة الحسين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة لما نيجي يقرأ قضية الطفل الرضيع يتأثر لو ما يتأثر بهذا الجانب العاطفي؟ يأخذ أثره في نفسه لو ما يأخذ أثره في نفسه؟ يأخذ أثره في نفسه. إذا الإمام الحسين كان يركز على الجوانب العاطفية، يركز على هذا الجانب، بل كان يصطنع بعض الجوانب العاطفية. ولهذا لما يطلب ماء، يطلب ما شريد الحسين سلام، اولا جنب تثير الانسان انه امام زمان حجه الحق على الخالق، والله خلق الدنيا وما فيها لهم. ليش؟ هسه تقول لي شنو الدليل؟ اقول لك الدليل، الله يقول لكي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. يعني تصور اليوم لو هاي الثروه العادله بيد ال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. تصور اكو فقير يعني؟ اذا تجي عداله امير المؤمنين وعداله النبي صلى الله عليه وسلم، اكو فقير عندنا في الكون هذا؟ لكن دوله وين هاي الاموال وين انزوت؟ انزوت بيد الظلمه والطواغيت. ولهذا فرض الله تبارك وتعالى الخمس كمال تعويضي لال البيت عليهم السلام، يروم شؤونهم
إذن الله لما خلق الكون خلقه على أساس العدل والحق والقسط، وخلقه على أساس الباطل والعياذ بالله على أساس العدل. من له اللياقة بإقامة العادل في هذا الكون غير آل الرسول؟ يقدر واحد يدعي اليوم هذا المدعى؟ لا مرجع ولا عالم، مع احترامنا لكل المراجع، لكن ما يقدر يقيم العدل، ما عنده حكم وعلم أمير المؤمنين حتى يقدر أن يجسد العدل بكل صوره والقص بكل صوره وأنحائه وأنواعه. ما يقدر، ما عنده لياقة. هاي اللياقة فقط عند المعصوم سلام الله عليه، ولهذا يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن هذا الكون اللي خلق رب العالمين على أساس القسط والعدل، وكان لأهل البيت عليهم السلام اللي يقيمون هذا القسط والعدل، الآن بيد الظلم، بيد الظلم. فإذا الإمام سلام هو لمن يريد يركز على هذه الجوانب العاطفية، ليش؟ لأنه يدري بيها اندفاع للناس، اندفاع نحو إقامة العدل. ومن يدفع الناس نحو إقامة العدل غير هالجوانب هذه؟ ففي واقع الحال لا يعني تروح يصير قضايانا كلها نقد ارتجالي، وبالتالي راح نفتح الباب أمام هذا النقد، وهذا النقد ما يخلص والشكوك ما تخلص. مثلا يجي واحد يقول ليش مثلا علي الأكبر طلب من أبيه الماء مع علمه بعدم وجود الماء؟ القضية مو يعني بهالشكل هذا، هي صحيح علي الأكبر يدري من ناحية الجو الطبيعي الحالة الطبيعية يعلم ذلك، ولهذا عندما جاء إليه ما قال له أبا أعطني الماء أو اسقني ماء، ماكو هذا، مو هذا، مو سؤال علي الأكبر لأبيه الحسين عليه السلام، ما قال له شيء. قال أبا هل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ ليش؟ بعد ما قتل 120 وعاد من أرض المعركة وهو قد قتل بكر ابن غانم، فقال له أبا إذا أحصل هاي الشربة من الماء أنا راح أتقوى بها على الأعداء وأقدر أقتل أكثر من هذا العدد الذي قتلته في الحملة الأولى، لكن أبا تعذرني ها إذا ما أديت المطلوب علي، لأنه العطش قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، بعد الطاقة معنا، دماء، جراحات تنزف منها الدماء، ثقل الحديد، العطش، حرارة الجو، شدة القتال وما شاكل ذلك. هو ما يقدر الإنسان يؤدي نفس الفاعلية بالحملة الأولى، فكأنه يعتذر للإمام الحسين سلام الله عليه. هذا جانب. جانب الثاني قال له هل إلى شربة ماء من سبيل، يعني شنو إذا أكو طريق غير عادي أحصل شربة الماء، وأدري هو ممكن تحت يدك يا آدم، أدري أنتم بس تقول الشيء كن فيكون، عبدي طعني تكون مثلي أو مثلي، فما قال له تعال اعطيني اياها من الطريق العادي حتى يجي واحد يستشكل على علي الاكبر ويرفض هاي القضيه، لا، قال له بطريق غير عادي، قال الى شربه ماء من سبيل فتقوى بها على الاعداء، اما بالطريق العادي لا ابدا. اشكال اخر يقول بانه الحوراء زينب قال الحسين لا تخمشي علي خده ولا 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 ولا، وشلون مثلا هي كذا مثلا قضية وما بيها الحسين أراد من زينب هذه الوصية أن تنفذها، إيش وقت عندما تكون أمام الأعداء، لا سيما في اللحظات الأولى من استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. ما أراد لزينب أن تكون إنسانة منكسرة، إنسانة تلتمس عذر، تلتمس توجيه لقضية الحسين سلام الله عليه، أبدا. أراد لزينب أن تكون جبل لا سيما بعد استشهاد الحسين سلام الله عليه، أول مرة أن تهتم بالعائلة، تحفظ العائلة وكيان الأسرة الطاهرة، ثانيا تقف بوجه الأعداء كالجبل الأشم من دون أن يرى عليها لا دمعة ولا أثر حزن ولا من هذا القبيل. هنا
خلال وصيارات الحسين صلى الله عليه وسلم. اما ولهذا شفناها وقفت قالت اي عمر سود الله وجهك ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه؟ عمر قائد جيش 120 الف تحت قيادته، اول مره قالت سود الله وجهك يا ابن سعد ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه؟ شنو هاي الانسان؟ بعدين قالت يا قوم اما فيكم مسلم وبختهم هانتهم رزلتهم يواري هذا القتيل؟ هاي مواقف بالحقيقة. وبعد ذلك قدام القوم وضعت يديها قالت اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك. هاي اللحظات اللي رأت الحسين سلام الله عليه ما يبدو عليها أي أثر، لا دمعها ولا تلطم رأسها ولا تفمش خدها ولا 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 أبدا. أما إنسانة بيتها تبكي على الحسين، لا الحسين يمنحها غريزة رب العالمين هذه البكاء. يا إبراهيم إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولكن ما نقول ما يسخط الرب، إنه هو أضحك وأبكى غريزة رب العالمين غرس في نفس الإنسان. زينب بيتها تبكي تبكي خد تبكي ليل ونهار كأمها الزهراء سلام الله عليها. أما الحسين وصيته أن لا يظهر عليها أثر البكاء أو الجزع أمام الأعداء، وفعلا ما ظهر على حمراء زينب أمام الأعداء هذا الجو أبدا. فحقيقة النقد الارتجالي متعب، ليش؟ لأنه ما ينبني على أسس، وبالتالي راح يفتح شهية الكثير من الناس وتدخل تصبح أنت وتمسي ما ترى لواقعة الطف أثار. لا، النقد الصحيح هو النقد العلمي. سأل لما نريد ينقد قضية يكون ينقدها وفق أسس علمية. هل أسس العلمية هاي لا مفتوحة المجال أمام كل حادثة، ولا سيما حتى حادثة الطائف. إذن في واقع الحال علينا أن نركز على الجوانب العلمية لئلا تفقد هذه الواقعة أهميتها ودورها وتأثيرها في نفوس الناس. وقد وقعت الواقع، وما جرى على سيد الشهداء، وما جرى على بنات رسول الله، وما جرى على هذه الواقعة التي نعاها رسول الله وأقام مجلسا قبل وقوعها بخمسين سنة. خمسين سنة المجلس اللي عقد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجلس بكاء ورثاء وعزاء على الحسين، والحسين بعد طفل بعد طفل. خمسين سنة قبل وقوعها، ما أدري لو رسول الله حاضر زين بعد وقوعها شو راح يصير بحاله، شو حصير أحواله، كل لحظة مجلس كل ساعة مجلس حاله. ينبئنا عنه إمامنا صلوات الله وسلامه، لأن دبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. هذا هو حال رسول الله، حال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الحسين سلام الله عليه كان هو بالحقيقة الأساس في استمرارية هذا الدين بنهضته المباركة التي بدأها عندما رفض البيعة ليزيد في المدينة. رفضها ثم بعد ذلك توجه لوداع جده رسول الله ولوداع أمه فاطمة عليه السلام، لأنه راح يرحل من المدينة وبعد لا لقاء مع قبر أمه ولا لقاء مع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه راحل إلى أرض الميعاد، أرض الشهادة، أرض البطولة، أرض الفداء. فجاء إلى قبره، قبر أمه فاطمة عليه السلام، وقف عنده وهو يقول السلام عليك يا أمه يا فاطمة هذا عزيزك الحسين جاء لوداعك وهذا آخر الوداع
قبر الزكي وقف حيران، يوم قبر الزكي وقف حيران، حزنان حسين ودمع عينه تسيل غدران. نادى وحق ضلعك المكسور، تراني بطلعتي من الوطن مامور، وضن عمري حد بشهر عاشور، انا موعود اموت بذاك المكان. شو يصير بيك ابا عبد الله؟ جسمي هنا عاري خلوني، جسمي هناك عاري خلوني، مبضع عثر ولا يدفنوني، وجيت اليوم وجيت اليوم ودعك يا الحنون وجيت اليوم ودعك يا الحنون، بدمع جاري وقلب والي والاحفاد. سمع صوت الزكي الصيح يا حسين من داخل القبر، ليش لا؟ الحسين عزيزها، الحسين حبيبها. سمع صوت الزكي الصيح يا حسين، يا ابن مصابك هون مصايب الماضيين، آه وكسر ضلع نسيته ولطمة العين، يا فاطمة يا فاطمة وكسر ضلع العين ومتني وكل اللي عليها، يقل لحنين عليك ما يبطل حنيني، ولا يبني أفتر من ونيني، والله حنيني كلمة الوداع. يلا يما مودع الله من تنزل ونا بوادي كربلا وكلكم تحملون، شلون عيالكم عند من يظلون، او يا اللي يريد عنهم الجيمان. الابيات واسالك الدعاء. حسين عليه السلام لما ودع العائلة مشى خطوات، وإذا بزينب أخي أبا عبد الله طفلي هني، التفت وإذا بها زينب، قي ما تريدين؟ قالت أخي أبا عبد الله انزل من على ظهر جوادك، شف لي عن صدرك وعن نحرك. قبلته في صدره، شمته في نحره، ثم حولت وجهها إلى المدينة، زارت في هذا اليوم هذه الساعة أن يكون وداع نيابة عنها من خلال الحوراء زينب لولدها الحسين. وجهت وجهها إلى المدينة، قالت أمه لقد أديت الأمانة، نفذت الوصية. خي أي أمانة؟ قالت اعلم أخي أبا عبد الله
لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة قربتني إليها قالت راح يجي يوم لا أنا موجودة ولا أبوك ولا أخوك الحسن إذا رأيت يا أخاك الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معي قبلي في صدره شمي في نحره من سمع فك حسين صدره من سمع يا فك حسين صدره لخته وعلي طاحت الحر أفاطم لو خلت الحسين يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب خلقك إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمعصومين من ذرية الحسين يا الله يا الله يا الله اللهم عجل فرج مولانا شافي مرضانا قضي حوائجنا اللهم يسر أمورنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا ثبتنا على ولاية آل الرسول ما أحييتنا اللهم وفقنا لخدمة آل الرسول ما أحييتنا ولا تحرمنا من هذه الخدمة بكرمك يا كريم يا الله اللهم اكتبنا عندك وفي ديوانك وفي سجلك من خدام أبي عبد الله الحسين يا كريم يا الله اللهم ارحم من اجتمعنا لأجلها برحمتك عرف بينها وبين آل الرسول واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واخلف على ذويها بالصبر والسلوان إلى روحها أرواح موتى الحاضرين موتى المؤسسين إلى الذوات الطاهرة لآل الرسول إلى روح مولانا أبي عبد الله الحسين الأرواح الطاهرة لآل الرسول وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة منورة بنور الصلاة على محمد.